المية حياتنا والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة. هنقول لكم على حاجات بسيطة بس هتفرق كتير. لما نحب ندوب التلج عن الطعام المجمد ممكن نطلعه من قبلها بيوم ونحطه في التلاجة أو نحطه في طبق صغير مليان مية. بلاش نسيب الحنفية مفتوحة عليه، ده لأنه هيفقد قيمته الغذائية وكمان هنفقد معاه مية كتير. وإحنا بنغسل الأطباق بلاش نسيب الحنفية مفتوحة، نغسل الأول مرة بالصابون وبعدين نقوم بعملية الشطف، ده هيوفر علينا كتير. ممكن نستخدم المية اللي غسلنا بيها الفاكهة والخضروات لري النباتات اللي في البيت. النهاردة يوم الغسيل، املي الغسالة بكميات معقولة، بلاش تكون شغالة على كميات صغيرة، ده بيستهلك مية وكهرباء وغيره كتير. ياريت تعرف ان التويلت مش مكان لرمي السجاير وورق المناديل، انت كده بتهدر مية كتير للتخلص منهم وبتعطل الصرف الخاص بيك. يلا نغير سلوكنا ونحافظ على ثروتنا.